لم نجد هؤلاء المنافقين يخرجون في غزوة من الغزوات بكثرة إلا في غزوة بني المصطلق، وذلك لأن هذه الغزوة كان النصر فيها محسوماً للمسلمين، فخرج هؤلاء المنافقون جميعاً يريدون أن ينالوا شيئاً من الغنائم. ولما خرجوا في تلك الغزوة كادوا أن يثيروا فتنة تعصف بالمسلمين وأن يثيروا عصبية الجاهلية وأن يوقعوا الخلاف بين الأنصار والمهاجرين، حتى أخمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفتنة وقال: دعوها فإنها منتنة. هؤلاء المنافقون يعلنون في ظاهر حالهم الولاء لإخوانهم، لكنهم في الحقيقة يوالون أعداءهم. عبد الله بن أبي بن سلول كان في المدينة إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطب في الناس، كان يقف قبل أن يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أيها الناس، هذا رسول الله بين أظهركم، أعزكم الله وأكرمكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس ابن سلول. فلما كانت غزوة أحد ورجع بثلث الجيش الذي خرج لمواجهة المشركين، قام هذا المنافق ليفعل ما كان يفعله، وتلك صفة في هؤلاء المنافقين أنهم لا حياء عندهم. قام ليفعل ما كان يفعله، فأخذ المسلمون بأطراف ثوبه ليجلسوه وقالوا له: عدو الله، فلست بأهل لذلك وقد صنعت ما صنعت. لكنهم مع ذلك كانوا كثيرا ما يتواصلون مع يهود المدينة ويقوون شوكتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث في غزوة بني النضير. هؤلاء الذين خانوا عهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتآمروا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم رسول الله بذلك أرسل إليهم وأمرهم أن يخرجوا من المدينة وألا يجاوروه فيها وإلا حاربهم وقاتلهم. واستعد هؤلاء اليهود من أجل الخروج، لكن هؤلاء المنافقين أرسلوا لهم رسائلهم وطمأنوهم وقالوا لهم: امكثوا فلن نسمع كلام أحد فيكم، وإذا أخرجتم سنخرج معكم، وإن قوتلتم لننصرنكم. وهذا ما حكاه القرآن عنهم، فقال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون.